انا تعالى احكي لي عن نهائي اوروبا ده، لان انا مش عايز اعدي الموضوع ده. كنا بنلعب فرقه من اسبانيا بس انا مش فاكر اسمها، لان هي مش مشهوره في الملعب الكبير. ماشي. انت النادي بتاعك اصلا كان اسمه ايه؟ كيكرز شارل روا. اوكي شارل روا. اوكي هي مدينه هناك كده. وده اسمه كيكرز شارل روا، ده النادي اللي تابع المدينه دي في الدوري الخماسي. هم كمان يمكن بيحبوا، هم ليهم فرقه في الملعب الكبير بتلعب في الدوري هناك بس مش بيمشوا كويس، يعني ترتيبهم بيبقى ال 11 بتاع. فالخماسي علشان قوي جدا وباخد، فالبلد كلها بتشجعه. فاهم ماشي. وصلتوا النهائي، لعبوا فريق اسباني، اتعادلنا على ملعبنا 3-3 واتغلبنا هناك 5-2. خمسة اتنين. بس هم كانوا منتخب جامد جدا، فرقة جامدة جدا.